أهم وآخر الأخبار من قناة ليبيا. الحدث في بنغازي، أهلا بكم مشاهدينا. أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني قامت بتأمين محور سرت الجفرة، وذلك تحسبا لأي هجوم قد تقوم به قوات الغزو التركي رفقة ميليشيات السراج والمرتزقة السوريين الإرهابيين. هذا وأضاف المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أن مناطق غرب سرت والجفرة مؤمنة بشكل كامل، كما أن الجيش الوطني على أهبة الاستعداد من أي هجوم قد يقوم به الغزو التركي وكذلك ميليشيا السراج. أعلن البرلمان الإيطالي في بيان صحفي عن لقاء مرتقب ما بين رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة روما. وقال المستشار ومستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي في وقت سابق إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يستعد لزيارة روما بناء على دعوة إيطالية لمناقشة الحل السياسي في ليبيا وكذلك التدخل التركي، إضافة إلى استئناف تصدير النفط. تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي دي مايو قد وجه في مايو الماضي الدعوة إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لزيارة روما، معبرا عن رغبته في استقبال المستشار فور انتهاء حالة طوارئ جائحة فيروس كورونا. نشر أحد المرتزقة السوريين مقطع مصور من داخل أحد المعسكرات الواقعة بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس، وهو يشتكي من عدم صرف منحهم المادية. وأوضح الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المرتزق السوري وهو يشتكي من سلب الغزاة الأتراك مرتباتهم المالية لأكثر من 4 أشهر، مشيرا إلى أنهم أصحاب الفضل في السيطرة على العاصمة طرابلس بعد انسحاب القوات المسلحة على حد قوله. دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني للخروج في مظاهرات حاشدة، وذلك لدعم النظام التركي وما قدمه لهم من دعم وإسناد. وأضاف الغرياني عبر قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية أنه يجب على الجميع أن يشيد بالدولة التركية وكذلك أن يتم زيادة التعاون معهم. قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم إن أمن ليبيا جزء من أمن الجزائر، وأي تهديد خارجي يشكل تهديدا أيضا لأمن الجزائر، مؤكدا أن الحوار الشامل هو الوسيلة الأساسية لحل الأزمة في ليبيا. وأضاف وزير الخارجية الجزائري في مؤتمر صحفي أن الجزائر تعمل مع مختلف الأطراف وخاصة مع دول الجوار للوصول إلى مخرج يضمن استعادة الاستقرار في الدولة الليبية. ختام الموجز مشاهدينا، ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله وحفظه.